نجحت مصر في استقبال أول صورة من البيانات التي تم التقاطها من القمر التجريبي ناكسات 1، وذلك بالتعاون مع ألمانيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيا الفضاء وصناعة الفضاء في مصر. حيث استقبلت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد أول صورة من البيانات التي تم التقاطها من القمر التجريبي، حيث تم استقبال أول صورة لمدينة أسيوط من خلال محطة الاستقبال في أسوان، تابعة للهيئة، لتعد هذه أول صورة يلتقطها القمر بنجاح. كما تم استقبال صورة أحادية لطيف وبدرجة دقيقة عبر 5 أمتار، والتي يمكن أن تستخدم في بعض التطبيقات الحيوية مثل التطبيقات الزراعية والتخطيط العمراني.